يعني احنا تنشوفوا هذا السوق او القلب النابض والتاريخي لمراكش اللي في عمره مئات السنين ان لم نقل الاف السنين، يعني منذ تاسيس مراكش هنا كاين المغرب تاريخيا يعرف بمراكش. يعني كنجيو كنشوفوا برامج كنسمعوا ارقام مليار هنا 200 مليون هنا 500 مليون هنا، حاضره متجدده عاصمه الانوار، بزاف المصطلحات اللي حنا ما تنفهموهمش ما كنشوفوهمش في ارض الواقع. تنشوفوا مراكش كواحد المدينه كتمشي بسرعه، طين يعني هالو تورود جات، هاد تي جي في جايه، مراكش ترتبط بالشرايين ديالها بصويره بعبر بنيه تحتيه كبرى. كنجيو هنا كنشوفوا الناس كتستهان باهم حاجه اللي هو الموروث الثقافي ديال مراكش اللي هو الهويه، مع العلم ان الهويه هي واحد الحاجه خطيره، واحد الحاجه اللي كتضمن استمرار الشعوب في اوج قوتها او في ضعفها. يعني الشعب اللي عنده هويه تضعف تتحيا ولا ينقرض وكيعاود يحيا من جديد، لان الا عنده هويه. وحنا كنعرفوا هذه الهويه باش تشكلات، تشكلات من هذا الشيء من واحد الموروث الثقافي ابان عن جد تتصنع هذه. يعني ملي كنجيو كنشوفوا الصناعي كتنضاطر، علاش؟ لانها في طمان، لانها هذا، لان الصانع ما عندوش ادنى دعم. في حين كنشوفوا حنا نفس هذيك الصناعه، نفس هذيك الصناعي اللي في طمان، كنشوفوا دي مارك انترناسيونال اللي كتهضر كتبيع داك الشيء بمئات الالاف الدولارات، نفس داك الشيء، بحكم ان هذوك اللي ولاو دي ميزون ولاو راه حنا في صغرنا عقلنا عليهم فاش تيتسركلوا معنا في مراكش فاش دايرين رياضات هذوك لي ديزاينر. يعني كتشوف الصناعه المغربيه اللي واحد ثمنها اللي ساك اللي غتلقاه هنا ب 400 درهم غتلقاه ب 400 الف دولار، نفسه لو ميم. يعني مستعد نجيب معاك دوره وغادي تشوف كلشي، الابداع جا من لهنا، لو مون دو فلورال جا من لهنا، الزخرفه قالك تيخدموا به لي ديزاينر جا من لهنا. حنا ماشي هاملين، تنتسناو حتى تجي واحد ولا من هوك تسي منتوج ديالنا تمشي تسجلوا لنا عند اليونسكو، عاد حنا تنبداو نتصارعوا. ولا كان، ولكن فين كنتي انت؟ فين كنتي انت ملي خليتي هذاك الصانع تيموت، ملي خليتي هذاك الصانع تينقرض، ملي خليتي؟ يعني اش انت جدود في هذه الحاضره؟ واش الحاضره المتجدده هي انني نجي نصبغ واحد الحاجه بالاحمر؟ هذه حاضره متجدده. يعني الا ما درناش حنا التصنيعيه ساعدناهم، واقل مساعده هو اننا تنشوفوا شحال الحوايج رابت وشحال الحاجه ما تعاوداتش. يعني كنشوف واحد التنظيم ديال السوق ما كتب لك حتى حاجه تعاودات. هاد تجد انت شوف شحال المحل لقيتيه رايب، راه يمكن تقول واحد المحل كتقول خمسه صناعيه او سته صناعيه من غير الجانب الاجتماعي. انا كتهضر على اسر اللي كتضيع، راه كاين دوله على قدها، تراث على قدو ديال دوله. حنا كنشوفوا دول اخرى اللي كتخسر الفلوس على التراث ديالها، كتخسر الفلوس باش انها تنتشر. حنا داكشي لقيناه تراث لا مادي، لقيناه واجد خدموا عليه جدادنا قبل منا، كانت مهمنا هي نحافظوا عليه، راه ما كنحافظوش عليه. المسؤولين ديالنا ما كيديروا حتى شي بادره باش يحافظوا عليه، من غير اننا حنا تنشوفوا البلايص دو لوكس. راه ملي كيجي عندك واحد ما محتاجش البلايص دو لوكس، البلايص دو لوكس خلاهم في بلادهم، كيحتاج يشوف هذا الشيء. وهذا الشيء اللي تيفكرنا ببلادنا ملي كتمشي لدول اخرى هو اللي كيجمعنا، هو اللي كيوحدنا.